السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم غنقدم لكم سمن حلو بلدي بطريقة صحيحة وخاصة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاج كيلو ديال الزبدة. هاد الزبدة إما الزبدة بلدية ولا زبدة العبار، ما غنستعملوش زبدة مارغرين. نص معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الزعتر. الزعتر على هاد الشكل، هاد الزعتر الرقيقة. نبداو على بركة الله. كناخدو قطعة ديال الثوب، هو على هاد الشكل، راه خفيف. كنقطعو على مربع وكنعملو فيه واحد معلقة صغيرة ديال الزعتر. وكناخدو هاد الشريط، هذا هو باش كنعقدو. بسم الله، هو على هاد الشكل كنعقدو به هكذا، لان كنستعملوها كنرميوها في الزبده، تتغلى مع هاد الزبده، كتعطي واحد البنه هائله. وهاد الزعتره كمواد حافظه، ها هي هذيك الميسه، ها هي. كناخذوا الزبده ديالنا لهذا الشكل، ها هي، كنوضعوها في الكاسرونه. كنوضعوها كنشعلوا عليها النار، هاد النار تكون متوسطه، وكنبقاو نحركوا حتى تذوب مزيان الزبده. كنديروا هاد نص معلقه ديال الملحه، هي على هاد الشكل، هاد الكميسه ها هي تاع الزعتره، كنوضعها في هاد الزبده. وكنبقاو كتكون النار متوسطه، وكنبقاو نحركوا حتى تبدا تذوب، وغادي نوريكم الشكل كيف صبحات. بعد ما ذابت الزبده كنخليوها على النار، وكنتركوها حتى هاد الكشكوشه هادي كتغلى، تغلى الزبده على المهل حتى تنزل هذاك الشكوشه لتحت وتتولي الزبده شفافه. خليوها بشويه تبدا تغلى. هاد الزبده مره نبدا نحركوها من التحت، ونحركوها باش ما تتحرق لينا وتلصق. هانتوما لهذا الشكل، ما نغفلوش عليها، ها هي. الان الزبده ديالنا هي تعزلات، ديك الرغوه راه نزلت لتحت، والزبده صبحت على هذا الشكل شفافه وسائله، ها هي. هانتوما داكشي اللي لتحت، ها هو شدو بقى لتحت، هذيك الرغوه هي لتحت. الان غادي نطفيو عليه ونتركوه حتى يتصفى. بعد ما تركنا السمن ديالنا حتى تصفى، الان غناخذو كناخذو هاد الصفايه هادي، كناخذو هاد القطعه ديال الثوم، وكنحاولوا نصفيو. بسم الله على بركه الله، هانتوما كي كيصبح ها هو على هذا الشكل. هذاك اللبا راه هو فقاع تاع الطاوه، ها هو شفتو، ها هو فقاع ديال الطاوه. كنحاولوا نصفيه، ما نديروش السمن مع هذاك اللبا، لان هذاك اللبا تيخسر لنا السمن. هاد السمن راه يبقى لنا مده تقريبا عام، ما كيخسر، ما كيطرى ليه والو، وراه عنده عده استعمالات. يمكن تستعملوه في المسمن، البطبوط، في الطهي. حنا صفيناه الشكل، ها هو. بعد ما صفينا السمن ديالنا جا على هذا الشكل، ها هو كي تشوفوا، راه جا لونو هائل، راه كيجي بنين، وبالاخص بهذيك الزعتره. انا اخترت باش نديرو في هذه القاروره ونتركو يبقى حتى مده عام، يمكن نوضعو في الثلاجه، يمكن بدون الثلاجه. بسم الله على بركه الله.
الشكل النهائي ديال السمن ديالنا، السمن الحلو، جا على هذا الشكل، كيجي هائل. كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم خرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.